بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية شكر لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللتين حظي بهما والوفد المرافق خلال مشاركة سموه في قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها 42 والتي عقدت في العاصمة الرياض، مشيدا سموه حفظه الله بما توصلت إليه هذه الدورة من قرارات سديدة ستسهم في تحقيق تطلعات دول وأبناء المجلس، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من العزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.